هل ركوب المرأة مع سائق الليموزين في مدينة الرياض هل هذا خلوة، علما بأن الطريق يوجد فيه سيارات وليس الطريق من العمل إلى البيت خاليا من السيارات والمشاة؟ لا تركب المرأة مع الليموزين ولا مع غيره ممن ليس محرما، وليس في السيارة إلا رجل وامرأة لا تحل له، لا يجوز لا في الرياض ولا في غيره، ولا في الأسواق اللي فيها سيارات ولا في غيره، لأن وإن كان الناس في الشوارع والسيارات من الذي يدري عن الشيء الذي يدور بين الرجل والمرأة في السيارة؟ من يدري؟ ومن يملك السائق لو أنه هم بالمرأة، من يملكه ويخلص المرأة منه والمقود بيده والسيارة بيده؟ أما قرأتم الخبر اللي نشر في أحد الجرائد أن امرأة في الطائف ركبت مع سائق ليموزين، ولما هم بها في أثناء المشي وحاولت أن ترده أبى، فألقت بنفسها من السيارة، ألقت بنفسها على الرصيف والسيارة تمشي، فأصيبت المرأة. هذا دليل على أنه لا يؤمن الرجل على المرأة، وفي السيارة أشد، لأن السيارة بيده، لو أراد سوءا من يخلص المرأة منه؟ نعم.